واقول الله من هواة الموسيقى، احب الموسيقى واحب صدقين عاد انا من النوع اللي بالنسبه لي يعني مساله التطبيقات هذه ما احتاجها اطلاقا، رجل مقتدر الحمد لله فضل ونعمه، بس يعني اسلي نفسي في اوقات الفراغ. عندي طال عمرش في الجنوب عندي اربع حواش كلها تيوس، والله العظيم اني ودي ارسل لكم تيس نصد يعني لثلاجتكم يعني. وعندي عماره، عندي عماره الحمد لله، عماره فيها 8 شقق وفيها واحده من الشقق شقه مفروشه، الشقه المفروشه هذه يعني جماعتي اذا جو عمره في الرياض ولا شيء يعني جاهزه مما جميعهم ممكن تسوق انت.